السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج موريتانيا اليوم. في هذه الحلقة نناقش الموضوع الدائر هذه الأيام في الساحة السياسية والمتعلق بالتعديلات الدستورية. فبعد أن أكد رئيس الجمهورية في الجلسة الختامية للحوار الوطني الشامل الذي انعقد في الشهر العاشر من السنة المنصرمة، أكد على أنه سيتم تصويت من قبل الشعب على مخرجات هذا الحوار الوطني الشامل، ليتم بعد ذلك الاتفاق على أن يكون ذلك التصويت عن طريق غرفتي البرلمان. في هذه الحلقة سنناقش ما آلت إليه هذه التعديلات الدستورية التي تم رفضها يوم أمس أو أول أمس من قبل الشيوخ بعد أن تم الاتفاق عليها في غرفة البرلمان مجلس النواب قبل ذلك بأيام. أستضيف لنقاش هذا الموضوع كل من رئيس تجمع مناضلون من أجل الوطن أبو بكر ولد هماش. أهلا بك زميل الأستاذ أبو بكر. وأيضا فاطمة بنت محمد فال وهي قيادية بنفس التجمع. أهلا بك فاطمة. إذا سيد أبو بكر، بعد أن أكد رئيس الجمهورية في الجلسة الختامية للحوار الوطني الشامل المنصرم على أن التصويت سيكون عبر صناديق الاقتراع التي تعرض على الشعب، بعد ذلك أكد بأنه سيكون من خلال غرفتي البرلمان. أولا، هل كنتم تلقون أملا على التصويت في غرفتي البرلمان، وخصوصا أن هنالك مادة تشير إلى حل مجلس الشيوخ الذي عقل هذه العملية؟ هو في الحقيقة ما كان غير اتفاق للتصحيح، ما كان غير اتفاق على أنه مر عن طريق البرلمان. هو مشروع قانون، مشروع قانون طبيعي أنه يؤخر على الجمعية الوطنية وعلى مجلس الشيوخ. عاقب ذاك الصعيد يجي استفتاء، والله يجلس مؤتمر برلماني، هذا بعض التصحيح. وذاك هو اللي يؤكد عنه لا يتم الاكتفاء بمرور بغرفتي البرلمان. اللي واحدين فيه مشروع القانون اللي كان معروض قدام الجمعيه الوطنيه وقاس مجلس الشيوخ ويواجه عبد الملك الخيانه اللي هو الشيوخ. الخيانه ما يوصف كبير على هذا. احنا بعد كاغلبيه اللي يوصفون به. انا هون بصفتي سياسي ودافع عن الاغلبيه توجهات فخامه رئيس الجمهوريه السيد محمد بن عبد العزيز، وهذا نعتبره خيانه لان الشيوخ اللي جايبهم ضمن الاغلبيه وعندهم التزامات اخلاقيه وسياسيه تجاه هذه الاغلبيه. ويا الله قوي الين تلاو يلغوا والله يعارضوا التعديلات الدستوريه، يعودوا قالوا فخامه رئيس الجمهوريه محمد بن عبد العزيز اللي لقاهم واحد واحد فرد فرد وكلهم التزم اعلنوا لا يصوت الصالح نعم للتعديلات الدستوريه. والسبب اللي نوصفه بالخيانه ويسمحوا لي بعد لاني انا ماني مستهدف اشخاص، مستهدف مؤسسه تشريعيه. يقول بعد ذا كان ما هو اكبر من قده رئيس الجمهوريه مخول له القانون العديد من الصلاحيات، ابسطها الماده 38 من الدستور الموريتاني اللي تقول على ان لرئيس الجمهوريه الحق على انه يستشير الشعب فيما يراه مناسبا، والابواب ما انقفلت ولا انسدت قدام الاغلبيه وقدام رئيس الجمهوريه. هاي الطريق اللي يسلك للتعديلات الدستوريه، الا حرصا من فخامه الرئيس اعلنوا يشارك الاطراف كامله. نعم. واعلن الاغلبيه الين قعدت في الحوار اللي ذكرت انت في الشهر العاشر من السنه المنصرمه، قعدت الا بها عز تعلن الموريتاني تجاوب على المساله وتتوافق عليها. وتوافقوا مع جزء كبير من المعارضة ويمثل قدر لا يستهان به من الشعب الموريتاني، وقالوا احنا اللي نعدلوا هاي التعديلات الدستورية راهي غابت عنها واحدين اخرين دائما قاعدين دعوة الحوار لا يغيبوا، هو يدنهم هو اللي يعودون عليه. نعم. وذيك الجملة اللي شاركت عقبتها الا واحدين منها عدلوا تراجعوا عنها. عقبوا للاسف عرقلونا الشيوخ عقلت وقطعونا في الظهر. يقال بعد كثير نقول على ما هو اكبر من قدو وعلى ان الساده الشيوخ المحترمين املنا فيهم خاب، ولكن نتوقع انهم يعدلوا هذا. انا احترم شيوخ المعارضه لانهم تبناوا وجهه نظر ودافعوا عنها وصوتوا ضدها. وين بعد على الاقل ثم تعودوا من المعارضه الله تعلنوها لفوق وتقولوا احنا التعديلات ما لنا بصوتين عليها، وعلى ذلك ترى الاغلبيه على انها تبدل. نعم. ايضا اهلا بك السيده فاطمه. اهلا بك شاكر قناه شمس.
إذن شكرا لك سيد أبو بكر. قال عن الشيوخ الأغلبية كان يلتهم يعلنوا موقفهم من دراي كان من الشاف عن مسألة يلت حسب وجهة نظرهم أنها ما تخدم الوطن، ما يلا يعلنوها وما يلا يصوتوا لها نتيجة لانتماء سياسي سابق ذاك. نعم، شاكر القناة الحضور قضايا السلاح. شكرا لكم، مرحبا بك. شاكر مواليديك 20 شيخا وأحترمهم اللي صوتوا لخيارات عظمى وطنية عظمى صاروا به ماء وجوههم أمام التزامين، واحد التزامهم هم الأغلبية ينتمون إليها، واحد التزام أغلبية لجهات أخرى. فكانت نتيجة الحوار على أن يقام على أن تعدل هذه يعني تعدل هذه التعديلات بصفتها هذه. أنا نختار نقول على أن قاع إجماع الشعب ما ينعقد بإجماع الشيوخ، أول برلمان غرفتين اللي يمثل الشعب وقد إلى قال لا والله قال نعم، قد نقول علم الشعب قال لا والله قال نعم، هم النواب سادة النواب. الشيوخ مع احترامهم كان احترام هي الدستورية اللي موطرة منتخبين أصلا من ما هم بانتخاب مباشر، منتخبين عن طريق الانتخاب غير المباشر اللي هو انتخاب مستشاري في البلديات، وبالتالي لا ينعقد بإجماعهم إجماع الشعب كامل والأمة كاملة. إذن بالوصول إلى السؤال اللي طرحته. أختار أقول عن فخامة الرئيس محمد عبد العزيز أنه حاصل على إجماع الشعب بإما نعم إما ب ب ب أولا ب ب ذيك الثقة اللي أعطاها انتخبوا بها الشعب كامل، وثانيا حاكموا بشخصيات وطنية كبيرة تمثل مقاطعات وتمثل ولايات وتمثل وطن كامل، وثالثا حاكموا بنخب يعني تعرف مصلحة موريتانيا، وحاكموا أيضا بالتزام أخلاقي عادل لدولة موريتانيا بما شهدته في عهده الساحة الدولية وحضور موريتانيا في الساحة الإفريقية ومقدرتها على حل الأزمات الإقليمية، أحرى أزماتها هي الموجودة. نختار نقول على السادة الشيوخ مع احترامي لهم الكبير على أنهم طعنوا الأغلبية اللي هم كانوا يمثلوها واللي قبلهم واللي بعد لين كانوا يمثلوها، وكانوا يلا يعودوا يمروا قراراتها به اللي بالنسبة لهم يلا تعود هي صالح العام. طعنوها المرتين، واحدة التزموا السيد الرئيس واحد واحد بعلنهم مع 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 التعديلات، ولا بدوا أي واحد منهم اعتراضه وسولوا هم وسولوا حاليني أستاذ حاليني أستاذ هم كان يلا قاعد منهم يعترض يعود قالها قبيلين وسول، هو السيد الرئيس ما عنده فضل أعطيها لحد نهائيا، خارج شيء من فضلة موريتاني وعند ابناء موريتاني وتسير بها موريتاني ونطرح ليد على أهل الفساد فيها، وعات موجهة لا شيء قال له مصلحة المصلحة العليا للبلد. تعبيرهم هم عن قناعتهم هم انحاز اللي هم منها قبلت قرارهم وشافوا عنه ما هو الصالح. اسمحي لي قرارهم اسمحي لي نقول كانوا انحياز لمصلحتهم هم الخاصة، هم انحازوا لانفسهم تو. أنا أقول إنهم انحازوا لأنفسهم ومصلحتهم الخاصة اللي فيها اللي يقول إن اشتيش الناس ترد ذاك كامل تقول إنهم توفوا انحازوا لأنفسهم، أخبرهم في ذاك اللي وجه مسارهم والناس اللي تعرفوا معروف. إذن السيد أبو بكر ما زلنا في التعديلات الدستورية، والآن الخطوة الموالية بعد أن تم رفضها من قبل مجلس الشيوخ. تبارك الله، شفتي سابق نجاوب على السؤال، انت قلتي لماذا شيوخ الاغلبيه الى عبروا عن ارائهم يعتبر هذا نوع من الخيانه، تحفظ على لفظ خيانه. انا بعد قايل خيانه ولاني مراجع عنها، والله زاد قطيعه في الظهر على اخلاقك انت، على اخلاقك انت اللي نقول قطعه في الظهر. شفتي هذا ما هو ذنبته، هو جزء من الاغلبيه وماده محترمه ومسؤوله وفي هيئة تشريعية كامل المفترض على انهم لا حنين يوفي لك. شوفي هما يحتلوا مرتبة كبيرة
في الأغلبية، لأنهم هم ممثلين الشعب الموريتاني ولو عن طريق غير مباشر. كان يلا قبيلي عاد عندهم اعتراض على هذه التعديلات الدستورية، قلنا لك لهم فخامة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز والأغلبية الداعمة له ادعاوا أطراف المشهد السياسي كاملين، المعارضين يصنفون واحدين المعارضين اللي حابوس والمعارضين ما حابوس، داعين قاع لاقوهم اللي في الأغلبية، قولي الآن عندكم اعتراض على هذه التعديلات الدستورية قولوها في الحوار، والله قولوهم اللي عاقوا ذاك رئيس الجمهورية قولوا له احنا هذه التعديلات ما انهم صوتين عليها باللي فيها ما هو كذا وفيها ما هو كذا وفيها العلم احنا معترضين عليه، والله تعديل الدستور والله حل غرفتنا احنا رافضينه. يا غير كونكم يلقاكم الرئيس واحد واحد فردا فردا ويلقاكم جماعة في واحد من فنادق المكشوط والتزمتوا كاملين اعلنكم لاهي تصوتوا لصالح التعديلات الدستورية، وعقب ذاك طرات لكم ردة سمعت واحدين قاعد اليوم يقولوا لأنهم شراوا بالمال، وذاك أنا بعد ماني مأكد ولا نعرف ولا أنا قايلوا. المهم أيا كان ذاك الشيوخ قطعوا فخامة الرئيس فظهر وقطعوا الأغلبية فظهر. بالنسبة لصال الخيارات المتاحة قدام رئيس الجمهورية ما توفى ولا تسحب، من أكبرها مثلا الدستور الموريتاني يقولوا لأن فخامة الرئيس عنده الحق في الاستفتاء الشعبي، ويقول قاعد أن الرئيس عنده الحق في إعادة صياغة الدستور الموريتاني من جديد، صياغة الدستور قاع فر من المادة الأولى للمادة الأخيرة. فهمتي نحن في نظام رئاسي، والنظام الرئاسي يعطي صلاحيات لا محدودة للرئيس. يقال بما أن في النظام الرئاسي وعطانا مولانا رئيس وفهم هو محمد عبد العزيز وفهم إرادة أمة وخيار شعب، ولين عاد اللي إرادة أمة وخيار شعب عاد يحفلها به اللي قال أنا ماني مغير دستور موريتاني ما عن طريق حوار وطني شامل، لأن الحوار أفضل. هذه التعديلات ما وفت إلى لقاها مجلس الشيوخ مع الخبراء في القانون الدستوري والفقهاء فيه، يقولوا أنه قد يغير فيها شكلها شوي ويعلها عن طريق مجلس الوزراء وترجع المجلس النواب وترجع المجلس الشيوخ. هاي طريق ونعرفها على انه ما هو لي عدلها باللي ما ظهر لي اعلنت ثلاث فم ثقه قبال في مجلس الشيوخ فم الماده 38 كي قلت لك عاطيته هو حق الاستفتاء الشعبي. وهون على ذكر الخبراء وفقهاء القانون الدستوري خالقين شخصيات محترمه وقايلين هم لانهم اساتذه جامعيين واحنا قايلينها قاع ويحاضروا عن القانون الدستوري جامعه مناقشوط نختيروهم ويتموا يظهرون كخبراء دستوريين، ما هم كخبراء دستوريين يعبروا عن وجهة نظر سياسية. واحد منهم قال ليلة نذي مقابلة وروجها الإعلام المعارض وتبناها وبثها على رئيس الجمهورية قدامه لا يستقال، هذا ما هو منطقي ولا شارب ولا عقل وشبه فيه تمهني ويتم حيادي، لكن قدوا نتموا نقولوا خبير في القانون الدستوري. إذن نعم فاطمة واعدينك ندورك تتكلمين عن ذركات يا الخطوات اللي مرتقبة منكم أنتم كحراك دعم هذه التعديلات. أنا أولا اللي نقول بعد لأن هذه أن رب ضارة النافع، لأن هذا الرفض لأنه أعطى صورة طيبة ومشرقة عن المشهد السياسي الموريتاني حالا، المشهد اللي كانت تشكك فيه المعارضة ومدخل فيه الأصبع وقالت تعلن أنه أحادي وقالت تعلن أن الشيوخ فيه لا يعرفون إلا نعم، رغم عرفوا أنها دولة قائمة على المؤسسات الدستورية ودولة تحمي المؤسسات الدستورية ودولة المؤسسات الدستورية فيها يمكن أن تقول لا. أولا هذا بعد هاي تحية للنظام عدوا لهن عدوا صالحين، هاي تحية بعد لهن أعطيها أنا مولي بذكرت أبو بكر عن فما بعض المحللين السياسيين والاقتصاديين يتكلموا عن هون شيء من الخطأ، هون شيء تعود عبة سياسية من أجل إثبات ديمقراطية النظام. شفتي الناس اللي أكله رد ذاك اللي يقبيه، ظاهر اللي أعلن أنا هون نقول أعلن إعلام الموالاة أعلنوا ما نقدر نقول إنه ضعيف، يقين نقول إنه بعد دائما اللي مراسو والله كي اللي مستشين إلى أن قال إنه موالي والله مستشين إلى استمات في الدفاع عن خيار فات عاد فيه. أنا لين نعود من زر نعود منه من فوق وندافع عنه الفوق ولا ما في عظام على اني قال لي تلحليح ولا قال لي تصفاق، انا وقفت مع انا مع الجانب وذاك اللي فيه من الحق لهن 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 وضحوا القدام ولهن صمم به ولهن عم ما هي لعبه سياسيه هذه حانيني هاي ما هي لعبه سياسيه، هذا حاله خاصه
حالة قانونية دستورية وضعية أنا خلقت بصفتها هذه. وبالنسبة للسيد الرئيس شوفي عنده أغلبية مريحة ما عنده مشكلة، وعنده ما اللي يعني ذاك اللي أعطاه القانون كيف قال السيد الرئيس، بما أن النظام رئاسي إحنا ما أن النظام برلماني، ولا أن النظام إحنا نظام رئاسي تعطى فيه الدستور كيف اللي فيه للرئيس صلاحيات واسعة. الرئيس عنده حق حالا مراجعة هذا الدستور وصياغته من جديد، وعنده يدعي للاستفتاء الشعبي وواعد نقول كان انه متمكن منه به للشعب معاه كامل واثق فيه، وكان قد قاع في غنى عن يقبل هذه الخطوة اللي يواجع عقب ظهره بها السادة الشيوخ الموقرون. ما هي لازم هي خيارات دستورية، وما كان قد ينصاب عنها إلين يقير. كانت تم ثقة تامة من الموالاة ومن النظام بالغرف البرلمان الموقرة، وخلع عنا قطع الشيوخ في أظهر قطع مانعة ما هي منتظرة منه. إذن ما يتعلق بحراككم خطوات المنتظرة، حراكنا مواكبين أصلا هذه التعديلات بالمناصرة وبالدعم التام، ومواكبين قاع حد الخيار اللي احنا متبنيينه كامل إلين إن شاء الله نعروا إن شاء الله ذيك الأقاويل وذاك اللي كان يلتعب ضده كامل، وذاك التسويق ضده بشي ما هو حق، وإلين إن شاء الله نواكب وذاك اللي أنجز على أرض الواقع، نواكب ذي اللي لحقته موريتاني على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي بنفسروه ونشرحوه ونبرزوا نقاط القوة فيه، ونبرزوا ما اللي نقاط الضعف عند المعارضة. وإحنا قاع وركة هون أنا بعد قاع محيم واللي شيوخ المعارضة اللي التزموا ملتزمين لطيف سياسي معين، وقدوا واللي هم يثبتوا على أنهم ما هم كاذبين على رأسهم ولا هم كاذبين عليه. خلعنا شيوخ الموالاة ألا خليهم توفى. نعم، إذن أستاذ أبو بكر، المواد المضافة على الدستور أو المقترحة كتعديلات على الدستور 91 أبرزها وأهمها يعني أكثرها إلحاح أنتم كنتم مطالبين به وتراون البلد بحاجة له؟ تبارك الله، شوف هذا الدستور المقترح، التعديلات المقترحة، أنا دائما نسول السؤال نبدأ بنقاط تعتبر المعارضة تعتبر الناس اللي واقفة ضد التعديلات الدستورية لأنها ما هي جوهرية، وهي قضية العلم. خلطة احنا علمنا هذا ما يرمز لشيء، اسمه هو شنو؟ هو علم مبهم اللي يجي تحدي يقبله في ماليزيا ويرفضه ويقول هذا علمنا احنا، بلينا احنا ما هذا العلم ما يعبر عن الأرض ولا يعبر عن الهوية الوطنية، وعلم قاع فارض المستعمر. قلنا لا يندار له خطين حمر يعبروا عن الدماء، ما فهم لون أبيض ولا واحد أصفر ولا واحد أكحل، يعبر عن الدماء. إذا كان فهم أي لون، إحنا كأغلبية ما عندنا موقف من لون معين، ما جابنا مولانا نضعقوا ذا والله نشوموا هذا والله نقلفوا هذا، ذيك عقلية بائدة وكلاسيكية، ونحاربوا دائما العقليات البائدة. قلنا لأن ذا العالم يلا يعودوا في دماء، يرمزوا الدماء شهداء المقاومة كاملين، ويرمزوا لأن موريتاني دماءها دون أرضها. بالنسبة للنشيد، مع احترامنا لقائله وتقديرنا ودراننا له فوق الرأس، هذا النشيد سبق تأسيس الجمهورية، وعبارة عن خلاف بين طريقتين، واحدة تجانية واحدة قادرية، وخلاف بيناتهم مع احترامنا الشديد. قلت لك اللي القائل نشيد قلت لك لأنه ما حد من اللي سمعه قطعا في بلاد أجنبية ما هو اللي يقول ها نشيد موريتاني، باللي ما فيه قطعا كلمة موريتاني ولا فيه حماس، ومستبرد مانعة مختير يعود حماسي مختير يعود حماسي. بالنسبة لإلغاء مجلس الشيوخ، إلغاء مجلس الشيوخ معدل في سيني قال هذا، وفي المغرب وفي العديد من بلدان العالم، إلتقاء مجلس الشيوخ واستبدل مجالس جهوية محلية. هذه المجالس اللي تعود في العيون والله في كيفة والله في النعمة والله في أي بلاد أخرى من موريتاني، اللي تباشر مشاكل المواطنين عن قرب وتقدم لها الحلول المناسبة. إلقاء محكمة العدل السامية واستبدالها بمحكمة العليا
هذا أمر مهم، لأن محكمة العدل السامية مد رواية أخرى. محكمة العدل السامية لين جيانوتي لين قبوا إجراءات تقاضي طبيعية، بينما المحكمة العليا باط عفوا لين جوا لين قبوا إجراءات تقاضي العادي، بينما محكمة العدل السامية محكمة سياسية، وإحنا والوزير نختار العضو أمام القضاء السواسية، وهو اللي هام الأغلبية وفخامة رئيس الجمهورية والمعارضة المشاركة في الحوار يعدلوه. هذا لا مانع عصا على أننا ذكر مولي الإنجازات اللي خلقت في حوار 2012 اللي رفضوا ذوك الخلطة واللي مجرم العبودية. وبما يتعلق بالتقادم، تقادم الفساد، تقادم الفساد سنوا له قانون السنة وقانون جيد، وقدم وزير العدل في أغسطس أعتقد أنا حاضر له. حاضر ذيك النقطة ماني على الاطلاع بها الحقيقة كبير، أساسية عندي هذه النقاط وجوهرية، وكنت نختار الشعب الموريتاني يوعى أهميتها ولا يسمع الخطاب اللي مروجة للمعارضة. خالقة نقطة قبيل شارت لها الأخت فاطمة نقطة مهمة، شتي احنا هذا في التجمع قالنا تجمع مناضلون من أجل الوطن ومفتوح للموريتاني كامل، يقر أساسهم الإعلاميين، وراهم بالمناسبة الإعلاميين ما محرم عليهم القانون لأنهم يمارسوا السياسة. أنت في مقعدك هذا ضرك محرم عليك لأنك تميلي للطرف عن طرف، والله محرم عليك زاد مهنيا أثناء تأديتك المهمتك، وأنا لين قاعد في بلك ما لين نحاز لزيد والأعمار لين أدي عملي كما ينبغي. يقر الصحف الأمريكية والصحف البريطانية اللي عريقة في ممارسة الديمقراطية هاي البلدان أحيانا تدعم أحد المرشحين وتم تروج له وتبث نشاطاته وتعطيه حملة دعائية مانعة، وإذا ما هو كبر من قده وهون قاع في موريتاني خارقة قاعدة. أنا نختار الشعب يفهمها ونختار النخبة تفهمها، على أنك يا إما تعود صحافي من المعارضة وتتبنى خطها، ذاك أنت صحافي حق وترفع هموم البلد وتطلعات البلد، والله مولي لين يعود عندك ميول الأغلبية تذاك منبطي ولحلاح ومكسور عمر قاع. مبدد على السياسيين، احنا اثناء تديتنا الواجب المهني قطعا ندور عضو مهني، رواية اخرى احنا عندنا كامل الصلاحية فعلا نعود مع فخامة الرئيس بلي يحفلها كي قلت لك بويل والآن راجع عنها. خالقين ثلاث مسائل نختار مولي نتكلم عنهم بعد طبعا مداخلة الأخت فاطمة. الأخت فاطمة تفضلي. طبعا تحدثنا عن النقاط الهامة اللي كنت تعلق عليها، يعني ترى انها مهمة بما أن الرئيس ذكر العلم والنشيد وإلغاء الشيوخ وإلغاء المحكمة السامية، البعض يقلل من أهمية العلم والنشيد، تشرحين أهميتهم بالنسبة لكم أنتم؟ شفتي العلم كيف قالك السيد الرئيس بحالته هاي ما يعبر عن شيء يتعلق هو رمز وطني، معناها أنه لين يعود مرفوع قدامنا وقداميانا وقدام كنتي وقدام الرئيس وقدام المعارض وقدام الوالي يجبر فيه نفسه كموريتاني إلى أن يعود يشوف حقبة كبيرة من تاريخ هذا البلد اللي هي أهم اللي قاع جاب الاستقلال أصلا، اللي هي حقبة المقاومة، وماتوا فيها أبطال معروفين من جميع الألوان من جميع الطيف الاجتماعي. ما يعبر عن ما كيف قال واحد قطعة قماش عليها خضراء وعليها نجمة صفراء، وهذا ما تمثلنا، هذا ما يمثل شعور وطني عام. كيف النشيد الوطني موعظة ودرس ديني مهم، وجا ديك الساعة في خضم خلافات بين طريقتين معروفتين هون، مع معروفات بين علم الظاهر وعلم الباطن، تصوف يعني حسب حنيني حنيني يا الله النشيد الوطني يعود يشحذ الشعور بالوطنية، يشحذ الشعور بالوحدة الوطنية باللحمة الاجتماعية، يشحذ هممنا كاملين وتحمجينا للدولة اللي قالها موريتانيا. ياك يعود حد يقدي يموت دونها، ياك يقدي يعود يدافع عنها، ياك يقدي يعود باط كيف إذا وركت عنده شعور وطني كذا اللي خلق في نهارنا ذا عنده شعور وطني. هذا ما نقدر نقول له لا به اللي هنعود هونت اخدعت، اللي هنعود خنت خيارات وطنية كبرى، به اللي موريتانيا فوق الجميع والوطن فوق الجميع. هون لهن نعطي تحية والسلام وتحية تقدير لفخامة الرئيس محمد عبد العزيز، على أنه في الحقيقة استطاع أن يبرز
أن موريتاني دائما كل مرحلة يعود فيها واحدين من أبنائها صراحة يغيرين عليه ويمثلوه ويقطعوا بها أشواط على طريق النماء وطريق التقدم سواء في الداخل وسواء في الخارج. صراحة يصلح لرئيس وصراحة يحق للغلبية اللي يمثلها ولكافة أنواع الطيف في الدولة الموريتانية أنهم يشبثوا به. شفتي الرجل المصلح ما هو كل ساعة يتأتن ويجبر والفرصة ما تتكرر والمصلحة العليا للبلد لين تجبر مع حد من أبناء ويا الله يمسك به أكثر. شكرا لك فاطمة. أستاذ أبو بكر، بما أن طبعا النقاط اللي أشرنا لها هنا تياها البعض يقزم من بعض هذه النقاط، يعني بما أنها ما عندها مردودية مباشرة على المواطن، يعني نختاركم ولعاد فما تياها نقاط تتعلق بالمشاكل الراهنة اللي يعيشها البلد، كل المشاكل الاقتصادية اللي تثقل كواهل المواطنين تتحدثون عنها. شفتي أنا ظاهر للأغلبية وفخامة الرئيس محمد عبد العزيز ما هم كساحة دائما يقولوا التعليم خاسر، مازال والله في جوانب خاسرة. عدلنا جامعات وعدلنا كليات وموريتاني ما أتلى أحد اللي يقول فيها لا جامعة واحدة، عاد فيها العديد من الجامعات. يقير يقول أم اللي هذا التعليم خاص ويعدلوا كذا ويعدلوا كذا، عكس العهود الماضية اللي كان ذا كامل يقدم لأنه كماله أنه شيء مثلا مكتمل. عدم اعتراف هي فم نواقص ولا النجاح دينا، وإحنا في تجمع مناضل من أجل الوطن نشوف فم نواقص ندور نقوله فم نواقص. نعم. بلي هذه هي الموالاة الناصحة وهذه هي الأغلبية الناصحة. يا قير هذا اللي يقودني الشيء دائما تعدل المعارضة ولا هو صالح. إنك يا أنت يا المعارضة دائما واقفة وتقولي لا الكلام وتقولي لا الانتقادات الشخصية، إلى أن دعيتي تبارك الله إلى أن دعيتي للحوار تقولي أنا ماني مشاركة في الحوار، وإلى أن دعيتي للانتخابات تقولي أنا ماني مشاركة في الانتخابات، وظاهر لي عنهم بعد بهم لا الخوف من نتائج تصويت ونتائج الاقتراع. سمعي اللي تم عرض هذه التعديلات على البرلمان، العديد من يعني المراقبين تحدثوا عن أن هذه الخطوة ستثبت للأحزاب التي قاطعت الانتخابات غلطها. فعلا كتاب المعارضة مثقفين وأكاديميين قالوا ذو النهارات ولهم جاحدينها على أنها ارتكبت أكبر خطأ في تاريخها وهو مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية الماضية باللي كان يقدي ود عندهم قادم من النواب ومشارك منهم لا تواصل وحده وعنده 16 ناي وراه بعد تواصل لارك اللي يعيط معاهم على نهاية التعديلات ما هي شرعية وأنها راهو شرع التعديلات من خلال تصويته الجمعية الوطنية بلي قواعد ديمقراطية لا فما أغلبية تجيز المشاريع القوانين وقال لي يوم اللي تصوت ومسألة بسيطة ويخلق خلق في أمريكا وخلق في كل بلد. دخولهم في التصويت تشريع من حيث لا يدرون والله زاد من حيث يدرون وقع ما يعدلوا الشيء ما هم قابلين بأخباره كام تبارك الله شو الناس مضبطة ويقدروا السياسة ما نعلم. أنا بقى لا شفت واحدين يقولون هم قطعوهم في ظهر ذيك الساعة في أخبار المنسقية لأنهم شاركوا في الانتخابات وقطعوهم اللي في ظهر من خلال تشريعهم للتعديلات الدستورية أنا بالنسبة لي أحسن موقف تواصل ألف مرة مشاركة في الانتخابات وجنا قيمتها ذاك يقولوا خلطة المعارضة الأخرين ينتجبرون يمسولين. شفتي أنا اللي نختار نأكد هون وهذه نقطة جاوز تقبيل ما قلتها لأن عند منين رفضوا شيوخ التعديلات الدستورية بدأت مواقع المعارضة وسائل إعلام المعارضة تقول الحكومة ليه تنحل والحزب الحاكم اللي ينقلع رئيسه وهذه أمنيات ولا خالق من هالشيء. يا الناس الأغلبية الحكومة وحزب الاتحاد من الجمهورية ما يتحملوا مسؤولية هذا اللي يتحمل مسؤوليته الحكومة قاع واحدة تشتغل السياسة قبال ما هي صايبة لها حتى بيلي تشتغل في الطرق وفي المطارات وفي الصحة وفي التعليم وفي المواني وفي كل بلد ما هي صايبة. ذاك اللي مخصة للسياسة ما هو كبير حتى الأغلبية الصوت الحزب الحاكم هذا ما يتحمل مسؤوليته. هو الشيوخ قاعدوا وقالوا نحن لا نصوت ونجيزوا وقالوا الأكبر هرم في السلطة اللي هو فخامة الرئيس محمد عبد العزيز
معناها هون ما يقد حد يضمن لرقاج وقف خلف الستار ذاك اللي يعدل شنو. قاموا هم للأسف خانوا رؤوسهم وخانوا الأمانة مرتين وصوتوا ضد التعديلات الدستورية. وبعد في النهاية ما هو أكبر منه لا إحنا كنا مكبرينهم على ذا ولا كانوا يلا يلا يوقعوا في هذا الخطأ التاريخي. مشاكل الراهنة المطروحة من نحن نعيش أزمة عقل، عقل سياسي بعد قاع وعقل اجتماعي. لا العقل الاجتماعي ذاك عنده مفكرين ومثقفين وحكم دور عضو قطعا لا يتكلموا عنه وأنا لست مؤهلا للحديث عنه. العقل السياسي وخاصة المعارض عنده أزمة كبيرة. تدرك نين تخرص نين تخرص حني أنا بعد لين صنفوان أنت لا تصنفي لين صنفوان المشاكل اللي بالنسبه لكم قاعد كمواطن وتراعي فيها مطروحه. انا كمواطن موريتاني مطروحه قدامي مشكله انعدام نخبه سياسيه معارضه ناضجه تقارع الحجه بالحجه ولا وتطرح مشاكل البلد كما ينبغي. انا عندي توليفه المنتدى مثلا، توليفه المنتدى لا قنبله ماشه وفيه اليساريين وفيه القوميين وفيه الاسلاميين وفيه مع إلا ما رحم ربك أو من رحم ربك على الأصح هو اللي يبحث فيهم عن مصالح البلد. تكتل مثلا، تكتل حنيني لا تقاطعين، تكتل مثلا هو أول حد رشق راياته دفاعا عن الرئيس محمد العبد العزيز يكساعة بعد الانقلاب الحركة التصحيحية. تواصل كان مشارك مع سيدي الشيخ عبد الله في حكومته المطبعة مع الكيان الصهيوني. هو أكبر شعار يلعب عليه اليوم هو مناصرة القضايا العادلة في القضية العادلة في فلسطين. يحيى ولا حزب عادل ولا نسامي الأشخاص معروف تجربته. نعم عفوا أستاذ لهي نتخطر الأخت فاطمة تحدثنا زادتي عن مشاكل بالنسبة لك ترى أنها كانت بحاجة للمصادق على هذه التعديلات. نعم شتي أنا ماني من ذيك الناس اللي تقول لنا أن النظام انه هو انه كامل اللي عدل صالح، ولا انا مولي ديك الناس اللي تقول انه ذا كامل اللي عدل خاسر. هو البشر كامل عمله معاه دائما ومحاذي النقص. يا غير بعد نقدر نقول على النظام عدل ياسر ما قط وعدل سابقه، ونقول على نهايه دركه 7 سنوات الاخيره وعدل فيها في موريتانيا اللي ما وعدل مده 50 سنة. شيء موريتانيا نواكشوط ما كان ذنب بتوجهه، كنتي لان تحلق بك الطائره داخل جايه لنواكشوط والدنكسي تحت تستحاين. هذه اهل كراج عالم، هذه حقيقه. شيء هاي الجامعات اللي انجبرت، هاي المطارات، هذه البنى التحتيه، الطرق اللي راهي، هذا المال اللي راهو كارد للخلوات حالا، ما مخيوف عليه حيوان ولا مخيوف عليه الباديه ولا مخيوف عليه المسافر. بل منين عتي في مشاكل اساسا تتعلق بالتعليم وتتعلق بالصحه اساسا، والدوله معترفه بها كاع والسيد الرئيس معترف بها. فما نقطه اخرى نختار الشير لها على المعارضه كاع احنا هون بصدد نتائج ايام تشاوريه حضرتها المعارضه. هي المعارضه ما هي الا المعارضه المقاطعه، هي حضر الطيف الاكبر منها. لأن المعارضه اللي مفاوضه واللي اللي اللي حضرت الايام التشاوريه ما هي قاع عاطيه للسباقيه ولا الاقدميه، ما انزل منها بركه ذاك الطيف القليل اللي تحيا. احنا ركت نعدل نتائج ايام تشاوريه والله زاد حوار يمثل الشعب الموريتاني كامل به اللي حضرت فيه الاغلبيه وحضرت ما اللي فيه المعارضه كبيره للمعارضه. موجود الناس الدولة معترفة به متباركة معها تحله. يا غير يقول لك تروح على المواطن مستريع حالا، هذه دكاكين أمل اللي وعدلت اللي عاد رقاج يقيم ماشي مع الصباح ويجيب صاير خيمته ويظل هو وتركته مستراحين ويأكل ويشرب ويتعشى وحتى إلى عيط لهم ركة الشارع يقولوا ماني ليش ما فهمشي متعبنا ولا فهمشي نعيشوه الفقر جيوب الفقر تصوعها الدولة حالا في الداخل في موريتانيا الأعماق بالبرامج اللي معتمده لها التنمويه المضبوطه
وبالقروض اللي ميسرة اللي حالا عايشة بها الناس. وشفتي أنا شليه نحسب لك المشاكل خالق منها قادر ومتباركة مع الدولة، عندها برامج وعندها سياسات، ولا سياسات تنموية ولا شاطن هذا ركة العياط ولا السياسة، عن ذاك الأهم اللي هو بناء موريتاني وتنمية موريتاني. هذا حل مجلس الشيوخ واستبداله مجالس تنموية، هذا توطيد الدعائم اللامركزية، وهذا تقريب للخدمة، وهذا تقريب لرقابة الهيئات التشريعية على أرض الواقع على الساحة في الساحة مباشرة، بتعود متابعة عمل الإدارة وتعود متابعة الناس اللي معدل شنو ما تحمله برج عاجي هون في ماك شوق مهم فيه ان الشيخ يجبر راتب شهري وراكبته وعنده دار مربوطه وين قال الشيخ قاطع الفلاني. نعم شكرا لك استاذه فاطمه. استاذ ابو بكر تحدثنا عن الرسائل اللي توجهتهم في حراك مناضلون من اجل الوطن لقاده الاغلبيه. نعم بالنسبه للاغلبيه ظاهر الآن قاع واضحة له الصورة، والله بعد اللي فيدنا احنا منها أخبار اللي هو لا نجاح دينها حزب الاتحاد من الجمهورية والأغلبية، واضحة له اللي ليه تعدد ومتكول عليه، وأنا ماني قيادي في واحد من الأحزاب نعرف لأنها بعض قطن كشاب كشاب وناشط فيه، لا لينقول لا ينقول الأغلبية على أنها تواصل لقدام علن طريق الهميل تبدأ بخطوة واحدة، وعلن إذا خلق تعثر وأنا قاعد ما نسميه تعثر باللي ذا اللي خلق نجاح الأغلبية ونجاح الفخامة الرئيس ونموذج فريد في المنطقة على الديمقراطية، علن شيوخ يقعدوا يصوتوا دون تأثير بالمال ودون تأثير بالتهديد من أي نوع، ويقعدوا يصوتوا يقولوا إحنا ذا مالنا قابلين. هذا بعد قاع في حد ذاته نختير نقوله في الخلطة أيام خلطة المعارضة اللي يتعايطوا علينا في فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي، على أن هذا يعتبر نجاح الموريتاني ولو فشلها يا قير فشل الشيوخ من رؤوسه بيلي الشيوخ قلت لقبيل أنهم قطعوا الأغلبية في ظهر وأغلبية الشعب الموريتاني كانت قارة وماشى مع هذه التعديلات الدستورية، وهم ما مشاوا معها اخترعوا علواتهم ورواتبهم، وذي مسألة بسيطة عندهم الحق فيها يقر بعد ما هي رواية أكبر من قد، والمسار لن يتوقف. هذه نقولها الكان مصادر أكيدة على المسار ماشي لقدام، والتراجع ما فخامة الرئيس محمد العدلاز كل شيء في أعظامه يكون التراجع بليون، قال لين أطراد سفارة إسرائيل أطرادها قائلة من النهار، ولين قال ذيك الساعة هون لأنه ليه حارب المنظمات الجهادية الإرهابية اللي حاجة اللي في واحدة من العهود الماضية انقتلنا هون في تورين وفي المقيطي ويفوتوا جنودنا 24 ساعة مجاريح 48 ساعة وعادوا رجال أعمال هون يكروا طائرات للأسف ويمشوا يقبلوهم ونحسب أخبارهم لا بعد 48 ساعة وارك نتحدى ذنبانة تحمي القنبلة دي قد تدخل أرض موريتانية يسوى من الشرق ويسوى من الغرب. لو أن محمد العبد العزيز ونظامه ما أنجزوا إلا المقاربة الأمنية لكفتهم من كل شيء في جو للأسف يسود وياسر من التوترات الأمنية، ما لي حكو ذنين رأيه قريب منه الشمال ذاك هو ملتهب، ليبيا ذاك هي ملتهبة، الجزائر للأسف جنوبها عيات تخلق فيه شيء من الأحداث الإرهابية، سينيغال ما أسلك، العديد من دول المنطقة ما أسلكت، والمغرب ما أسلك من الأحداث الإرهابية. إحنا ولله الحمد بفعل المقاربة الأمنية الناجحة ما قد خلقت مشاكل أمنية في موريتاني بينما كانوا هون يكتلوا في تفرغ زينة هذه اللي عندك هون في كفاك هون. نختار قلت لك لأني موجه رسالة للأغلبية على أنها لا تخيب أمال الشعب الموريتاني، وعلى أنه كانت أغلبية الشعب اللامعاها ومزادة اللامعاها ولا طرشي إلى الأمام، وإحنا من وراكم والشعب الموريتاني من وراكم. وهذا ما هو نهاية الكون، وهذه ما هي أزمة، والحكومة يا المعارضة ما مقول هالشي ولا هي ممسوسة ولا أغلبية ما هي ممسوسة. نعم واضح الأستاذ أبو بكر. تفضل أستاذ فاطمة نفس السؤال، الرسائل اللي تختار تواصلي بعد هذه الخطوة اللي قادتها طبعا الشيوخ هم يعني قياديين مهمين كانوا في الأغلبية بعد هذه الخطوة، أنا أختار الرسائل اللي عنده أختار نقول لأن الشعب وخيارات الشعب ما هي متعلقة بالشيوخ وحدهم. الشعب قوة حية، والشعب
شباب والشعب رجالات يمثلوا الشعب في المجتمع المدني وفي الفاعلين السياسيين والناس اللي تجتمع وقادة الرأي. هذا ما هذا هو الشعب، ما هو لا ما هو لا جماعة الشيوخ. نختار نقول على ان مواصلين، وعلى ان هاي ما هي نهاية العالم كيف كتبنا صفحاتنا على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. وعلى ان هاي لا خطوة واحدة ولا هي تعقبها ان شاء الله وخطوات اخرى، كافلها القانون وكافلها الدستور، ونختار توف الأغلبية توف تواصل ولا يثبط هذا عزائمها ولا يشوش عليها. أنا بعد شخصيا نعتبره انتصار ونصر مبين للنظام القائم حالا، كونه يرعى ويحمي مؤسسات دستورية تقدر تقول لا لرأس الدولة للرئيس، هذه في حقه مفخر للنظام. نعم. إذن ذاك بما أن وصلنا لنهاية الحلقة، كلكم يتقدم في كلمة أخيرة. تفضل أستاذ. كلمة أخيرة دقيقة، لا موجه رسالة لمعارضة معارضة موريتاني. أعلن أنا بعد ما زين عندي وكيف تيه الموريتاني، موريتاني الداخل، موريتاني في نواكشوط، على نعود قادة كبار من المعارضة قاعدين مؤتمر الاشتراكية ونهارات يقولوا عنكم قطعوا الأرزاق عن موريتاني ورايالكم ما تستحق الدعم الخارجي بسبب مصالح شخصية ما تحققت لهم هم. نختار نقول للشعب المعلومات ندري كانها اكيده هذه اكيده بعد، وتقدي لا ترجعي للانترنت تخرصي خطابات القاده اللي حضروا للمؤتمر الاشتراكيه تشوفي هي اللي قال وقطعوا الرزق عن موريتانيا. نعم. موريتانيا ما تستحق الرزق لانها عليها نظام وصفوه بالديكتاتوري. ديكتاتوري ما هو حبس سجين سياسي، ما بلد ما في سجين راي، ما في سجين اعلامي. نعم. حريات مفتوحه على مصراعيها، تيارك مضايقك حق في الضيوف اللي ليه تستضاف، والله أنا مفرصة لي حد نقول كلمة معينة عن كلمة أخرى. مأفهم خيارات حرة تماما للمعارضين وللموالين والما بينهما، لأن اللي بقى يقول كلمة يقولها، الإذاعات مفتحة والإعلام مفتوح والجرائد مفتوحة والمواقع مفتوحة. وهذا بعد رولك ما كان خالق سابق فخامة الرئيس محمد عبد العزيز وتحرير الفضاء السمعي البصري موجب القانون 045. نختار الصا نقول نأكد مرة أخرى على أن اللي خلق درس من الديمقراطية فريد ولاه أزمة. يا المعارضة أنتم كنتوا يامس تقولوا لما مجلس الشيوخ شيء من الناس المرتشين والناس اللي فارق تاريخهم وينكراب، اليوم أصبحتوا تصفقوا لهم وتقولوا لأنهم 33 شيخ أنهم ناقضوا الوطن أنهم كذا. أنا بعد قبيل لا نختار مصوت بنعم ويدوروا ينسحلوا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ويعيبوا وينتدفوا أعراضهم شخصية لأنهم ما مشاوا مع المعارضة فهواها اللي للأسف عودتنا لأنها لا تخدم البلد. نعم. إذن تفضلي أستاذ. نعم. أنا اللي نختار هذه خلطة المعارضة يتقى والله في الشعب الموريتاني إليه نعطاهم ولانا متنفس وعطاها فترة يعيشها بكرامة وعطاها قمة تعيش معاه معاناته وتعيش معاه فقره وتعيش معاه ذا كامل وفي مصلحته ومصلحة بلده يتقاهم ومولانا. هذا من حشد المسيرات وحشد الشارع وتجيش الأمور وإعطاء صورة الموريتانية أنها تموج وأنها هذا ما خالق منه شيء، وظاهر الإعلان وله يعود ضرر وأكثر من 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 نفعه. ونختار بقادة معارض ضدنا عنه ثانيا نختارهم يعودوا، لكن اللي يعدل من شيء صالح يعترفوا به وينصفوا به النظام، واللي يعد اللي معدل وهم راضين عنه هم اللي ما يخسر شيء، راهم هم اللي اصلا قايلين. نعم. ونختار نقول عني نهن الموريتانيين كاملين على الوضع حالا المريح والمستقر وعلى جو الامن وجو الاستقرار وجو الراحه وجو الحريه. حد يعرف موريتانيا الى 2010 كلمه واحده تقلطنتيه هون في هذه القناه تصبحي في الحبس، والله نعدلها انا في قناه اخرى يعرف عن الدنيا بخير. ونختار مولي نوجه رساله لزملائي الاعلاميين، اعلن احنا محايدين ومهنيين وموضوعيين ومجردين من ذواتنا الا الوقت اللي نزاول فيه المهنه، إلى أن نرجعوا لديارنا ونرجعوا لشارعنا ونرجعوا لحالتنا العادية. إحنا مواطنين موريتانيين وقود الرأي، عندنا الحق ندعموا اللي نبقوا ندعموا. نعم. وعندنا الحق في خيارات وطننا، لكن منها نبقوا نتبناه وندافعوا عنه.
نعم، إذن في ختام هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل لرئيس تجمع مناضلون من أجل الوطن الأستاذ أبو بكر الدهماش. شكرا لك للاستضافة. شكرا لك أيضا على قبول الدعوة، وشكرا أيضا للأستاذة فاطمة بنت محمد فال وهي قيادية بنفس التجمع. شكرا لك. أشكرك. إذن مشاهدينا الكرام، أنتم أيضا لكم الشكر الجزيل على حسن المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.